صيح على الشاهد الآخر. يا بصيحه الشاهد لؤي خير الله تلفاح. انت هم تريد تروح حجي ورا ما يرجع انت روح. لا هذا هو هذا هو. استريح مكانك انت تشوفهم بالقاعة. يا با انت الاسمك الكامل لؤي خير الله تلفاح. نعم. العمر 40 سنة. 40 سنة. موقوف هسه؟ نعم صار 2 سنين و10 أيام. نعم صار 3 سنين و10 أيام. تعرف احنا انت جاي كشاهد دفاع. نعم عن المتهم صدام حسين، يعني تعرف موضوع. نعم نعم. أنت قبل ما تتوقف مهنتك يعني وظيفتك قبل التوقيف؟ أنا رجل مدني. مدني؟ نعم. يعني مدني شنو الشغل؟ يعني أعمال حرة، إضافة أنا مزارع. نعم مزارع. ها مزارع. 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 ده خلي ايدك على القرآن. هذا القرآن معايا. يقول أقسم بالله أن أشهد بالصدق كله ولا أقول إلا الحق. أنت جاي كشاهد دفاع من تلقاء نفسك، كشاهد دفاع عن المتهم في هذه القضية صدام حسين المجيد. شنو موضوع شهادتك؟ باوع القضية خاصة بموضوع الدجيل. شنو شهادتك أثناء الحادث وبعيد الحادث وبعد الحادث، ووين كنت أنت ويا من كنت؟ وموضوع الشهادة فصل النياب تفصيله على كيفك. إحنا نعطيك فرصة كاملة وأنت على كيفك بينا موضوع الشهادة. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، إياه نعبد وبيه نستعين، والصلاة والسلام على سيد المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الكرام أجمعين. أول شيء السلام عليكم ورحمة الله على أخي وسيدي وحبيبي وعلى الأخوان الشرفاء من الأخوان المتهمين. بدأنا. أنا كنت في ذاك الوقت في 1982، وحقيقة قبلها أنا عايش بيت أخي وسيدي سيد الرئيس صدام حسين. كنت بيتهم؟ نعم أنا عايش هناك، كنت معه. في تموز 82، في تحديدا يوم 8 تموز، كنا مع عائلة وسمعنا أنه سيد الرئيس الله حفظه تعرض إلى محاولة اغتيال. من بعد ما جاءنا الخبر أنه كان في زيارة إلى الدجيل، أي فبعد ما زار العائلة هناك أو زار العوائل هناك، ظهر فيما كمل زيارته ورجع. في أثناء الرجوع تعرض إلى محاولة اغتيال، هذا في البدء. بعدين افتهمنا التفاصيل أنه في أثناء رجعته صار عليه أطلاق نار قبل الأساتين الموجودة في الدجيل. يا الله. يا سؤال يعني ما أريد أقاطعك، أنت شو كنت عرفت؟ أخذوا حجي يا أبا، أخذوا خليه يروح. أنت يا أبا شو كنت عرفت بالحادث ومن عرفت وين كنت؟ كنت في بغداد في صلاح الدين في بغداد في بيت أخي الكبير في بيته. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام.
السلام ورحمة الله. شو وقت؟